الكذب هو تصريح مخالف للحقيقة نتكلم بها بدافع الخداع والمكر. عندما نقول الصدق والحق روح الله يعمل. بتعرف أحبائي، الناس بتكذب وبتخدع وبتمكر وبتستخدم هذه الأمور في الأمور الدينية، بتقول الله قال شيء لكن الله ما قالش، فبيكون في مكر. فصفة الله هي الصدق، والمكر الله غير مكار، فالمكر هي صفة الشيطان متأصلة في داخل الشيطان. رسول يوحنا يقول كل كذب ليس في الحق، ثم يقول في رسالته كتب من هذه المنطقة: من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح. وعلى فكرة جهنم مليانة بالكذابين. كل من يحب ومن يصنع كذبا، في رؤيا يوحنا إصحاح 22. لا نكذب لأنه بيعطي سبب جوهري، لأننا بعضنا أعضاء البعض. نقول الصدق لأنه أحبائي عندما نكذب فنحن نؤثر على الجسد ونضر الجسد. فتذكر أنك أنت عضو في جسد المسيح، لما بتكذب أنت تعوق نمو هذا الجسد وبتأثر على الجسد. فالحياة المسيحية هي حياة الاستقامة والصدق، حياة الطهارة والنقاوة، هي الحياة التي نتمثل فيها من الرب يسوع المسيح.